لابد من ان يبقى في اصلاح سياسي. يمكن الحوار الوطني كان خطوه مهمه جدا في هذا المجال. حدث غير مسبوق. شفنا كمان مخرجات الحوار الوطني، وانه السيد الرئيس قال انه كل المخرجات اللي فيما يتعلق بالسلطه التنفيذيه في سلطه رئيس الجمهوريه سيادته هيتبناها مباشره، اللي اتفقتوا عليه. ما يتعلق بالسلطه التشريعيه او محتاجين لتعديلات تشريعيه هيحال الى مجلس النواب، ومجلس النواب يطلع طب بيها كان دور تشريعات. البرلمان ايه في الحوار الوطني؟ البرلمان كان شريك في الحوار الوطني، لانه عدد كبير من النواب شاركوا في جلسات الحوار الوطني، كل نائب في تخصصه او في محوره. الحوار الوطني خرج بمجموعه مخرجات وتوصيات، هذه التوصيات فيها جانب تشريعي، ولذلك البرلمان هيكون عنده دور مهم في اصدار جدا. هذه التشريعات. الامر الرئيس اكد الثاني، ان البرلمان لازم يبقى ليه دور مهم، هيكون عليه دور كبير كمان بالظبط يا استاذه غاده في الرقابه على اداء الحكومه، بالظبط، لانه كمان الحكومه وهي بتنفذ مخرجات الحوار الوطني، اي حكومه في العالم، مش بتكلم على الحكومه المصريه، تحب انها تشتغل من غير رقابه، محدش يسالها. ما البرلمان هو اللي بيخلي اداء الحكومه متزن، لما بيوقف للحكومه لما بيكون في تقصير في تقديم الخدمات للمواطنين. ولذلك اذا الحوار الوطني خلص بمجموعه توصيات، مهم للبرلمان انه يفعلها لادوات رقابيه على اداء الحكومه حتى تتحقق هذه التوصيات بافضل كفاءه وباقل تكلفه اقتصاديه، لان انت ممكن تعمل الحاجه بتكلفه كبيره، فده ما فيش فيه حوكمه او ما فيش فيه يعني ترشيد في الانفاق. فمهم انه البرلمان يحاسب الحكومه على كل جنيه بتصرفه في ادائها وهي بتحقق المطالب اللي الناس طالبه بيها في الحوار الوطني، وايضا انه ان الخدمه توصل للمواطن بافضل اداء ممكن يعني.